اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن اهم نصايح وتوقعات وتحذيرات الابراج لشهر مارس 2020. احنا اوريدي عملنا سلسله ابراج، لو دخلتوا في الشانل على اليوتيوب هتلاقوها. هنكمل النهارده، والنهارده هنتكلم عن برج الاسد فاينلي، علشان الناس بتقول لي رشا ليه مش بتتكلمي عن الاسد. اقسم بالله يا جماعه انا برج الاسد برج قريب مني وبحبه، بس انا نسبه مشاهده الاسد عندي ضعيفه، فبالتالي طبيعي جدا ان انا بعمل بريوريتيز. بعدين عندي الفتره دي موبايلي بايظ وعندي مشاكل قد كده، فانا مقصره شويه في في الفيديوز يعني. طيب برج الاسد، شايفه عندكم ما شاء الله صحتكم كويسه جدا جدا. خلونا نقول بقى ايه التنبيهات والتحذيرات والحاجات الحلوه، وبليز ما تنسوش تشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، تقولوا لي اتفرجوا عليا فين وانتوا برج ايه. طيب صحتك كويسه جدا جدا يا برج الاسد، شايفه في تحسن في صحتك، ما عندكش اي مشاكل صحيه، عشان ناس كتيره جدا كانوا بيبعتوا لي يقولوا لي قولوا لنا ايه الاخبار بتاع برج الاسد. لا الاسد ما شاء الله حتى مهتم بالاليجنت، انت اليجنت كده بشياكتك باناقتك بشكلك بستايلك، بتعمل شوبينج كتير جدا، ممكن يكون جاي لك فلوس وبتعمل شوبينج بتشتري حاجه نفسك فيها، عندك حاجه كان نفسك فيها من زمان جدا جدا يا برج الاسد، هتعمل شوبينج في شهر مارس وهتشتريها فاينلي. يعني مثلا دريس لو انت ست، حاجه كهربائيه، تلفزيون، عربيه، بس انتوا حاجه كان نفسكم تشتروها وهتحققوا منيتكم من فتره مثلا وهتشتروها فاينلي يعني. فانا على الجانب المالي شايفه ان يعني في فلوس انت كنت مستنيها مثلا وهتعمل شوبينج. الاسد عنده شوبينج قوي جدا جدا وهيشتري حاجات كتيره قوي قوي في شهر مارس. نفسيا بس عندكم شويه مشاكل نفسيه، يعني انت صحيا كويس جدا بس كل المشاكل عندك روحيه ونفسيه، انت حاسس ان انت مش بتتحرك، حاسس ان انت زهقان، حاسس ان انت ملان، حاسس ان انت عندك حاجات كتيره نفسك فيها ومش عارف تحققها، ففي حاله عدم استقرار نفسي شويه عندك يا برج الاسد، دي مأثره عليك شويه، فحاول ان انت تخرج بره، اخرج مع اصحابك، شوف حاجات بتحب تعملها، العبوا رياضه، كلوا اكل، انتوا بتاكلوا اكل صحي، زودوا رياضه، قابلوا ناس بتحبوهم، يعني حاولوا تحسنوا نفسيا وتحسنوا نفسيا وصح يعني نفسيا، وابعدوا عن الزعل، ابعدوا عن الالم، ابعدوا عن القلق. عندكم في مشكله قلق، انت قلقان جدا، عندك اوفر ثينكينج كتير قوي يا برج الاسد، حاول تتخلص من الطاقه دي. يعني الم وقلق والم نفسي وقلق وزعل وخوف، انت في حاجه مخوفاك، يعني حاجه مخوفاك من المستقبل مرعباك بصراحه. قولوا لي ايه اللي مخوفكم يا برج الاسد، اكتبوا لي تحت ايه الحاجه اللي قلقاكوا او مخليه عندكم اوفر ثينكينج او مخلياكوا خايفين، يعني قولوا لي البوينت دي. طيب في الشغل عندك ستريس في الشغل، مطلوب منك حاجات كتيره جدا انت لسه مش مخلصها او مش قادر. كم 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 هيزل كم توتي، بصوا يا جماعه اوريكم الكلبوب بتاعي، اوبا بصوا هنكمل الفيديو هو معايا. طيب فعندكم شويه، عندكم شويه، عايز تنزل ولا عايز تقعد؟ عندكم شويه قلق من حاجه، والحاجه دي مسيطره عليكم كتير جدا، ممكن تكون علاقتك بشريك حياتك عامله لك قلق، مشاكل ماديه. خلاص انزل بقى، انا كنت بترعب من الكلاب يا جماعه، الا الكلب ده حبيته قوي اسمه هيزل، بس عايزه اغير له اسمه عشان هو جاي لنا واسمه هيزل يعني. طيب فعندك حاجه قلقاك قوي، قولوا لي بقى الحاجه اللي هي قلقاك. ممكن تكون شاكك ان البارتنر بتاعك عنده طرف تالت، او ان هو بيحب حد، ان هو في حد، بس انت بتراقب قوي البارتنر بتاعك. هنكمل ونقول الحاجات العاطفيه. طيب في الشغل شايفه ان انت ماشي كويس بس عندك اعداء كتير، في ناس بيترقبوا لك اخطائك يا برج الاسد، الناس دي مستنيه لك على غلطه، عمالين بقى ايه مركزين معاك قوي قوي، غيرانين منك، حاقدين، حواليك ناس كتير بتحقد عليك وبتغير منك، وناس كتير عماله تتفرج عليك بيكرهوك، يعني مش بيحبوك في العمل او حتى في نطاق صداقتك والعيله. يعني في ناس بيتكلموا عنك حلوه جدا في وشك ومن ورا ظهرك بيقعدوا يشتموا فيك، بينافقوك من الاخر، ناس منافقين مش صراحه معاك، مش بيستغلوك بس انت مجرد استغلال او مجرد منظر في حياتهم يعني. طيب الناس اللي بتفكر في السفر مش شايفه فيه فرص للسفر في شهر مارس، ومش بشجع على السفر، بالعكس السفر ممكن يكون فيه مشاكل او فيه مشاكل ان انت اصلا تعمل بريبريشنز للسفر بتاعتك، فانا مش بشجع خالص على السفر. في العمل قلت فيه شويه ups and downs، يعني كل حاجه يعني في
ups and downs كتيرة، في تحديات كتيرة، في حاجات ممكن تخليك متوتر في العمل، حاول تهتاش. انا بس عندك مشكلة قلق الشهر ده، سواء في حياتك العاطفية او حياتك العائلية او حياتك العملية، حاول نقلل القلق شوية، نعمل مانجمنت للقلق، نبطل اوفر ثينكينج، ننام بدري، نلعب رياضة. يعني الاسد محتاج يلعب رياضة، حتى لو انتوا عاملين دايت تنزلوا تمشوا، يعني حاولوا ان انتوا تخرجوا بره الروتين بتاعكم. طيب عندك انتصارات في العمل، يعني انت في تحديات كتير جدا وفي مشاكل، بس انت في الاخر هتنتصر عليها يا برج الاسد. يعني كل بعد كل يعني الناس اللي هتبقى بتحاول تحاربك وبتحاول تظلمك وبيحاولوا ياخدوا حقك وبيحاولوا ياخدوا حاجه مش من حقهم، انت هتنتصر عليهم لان انت قوي. معروف يا جماعه الاسد ملك الغيبه، امال قولوا لي فعلا بتحسوا ان في ناس بتحاول تاخد مجهودكم او تسرق مجهودكم او تعلي عليكم في الشغل ولا لا؟ طيب احترس من شخص قريب منك منافق جدا، بيدعي قربك، بيدعي ان هو بيحبك، بيسرق الطاقة منك، شخص بيمتص طاقتك يا برج الاسد. كل ما تديله انت طاقة ايجابية وانرجي وحاجات كتيرة حلوة، هو بيقوم ممتص الطاقة دي منك وبيحاول ان هو يعني الشخص ده شخص اناني شوية، فانتبه من ذلك الشخص. هو شخص انتهازي، اناني، استغلالي، بيحاول يخطف منك حاجة، بيتكلم عنك. فانا شايفه ان انت هيبقى عندك قطع علاقات بناس الفتره دي، يعني الفتره دي كانك بتعمل فلتر لحياتك، بتنظف حياتك، بتقطع علاقاتك بناس انت شايفهم منافقين، ناس انت شايفهم بيستغلوك. فعندك قطع، مش عارفه مصر كلها بتكلمني وانا بعمل لايف في ايه، يعني عندك قطع علاقات، يعني انت هتفلتر الناس في حياتك الفتره دي، هتعرف مين يستحق ان انت تكون قريب منه، مين يستحق ان انت تكون تبعد عنه. ثانك يو يا جماعه، روج ده ماك بس مش فاكره الدرجه، ده ماك جالي هديه من باريس، يعني ثانك يو. انا بحبش احط الالوان دي كتير بس احيانا بحطها. طب قولوا لي اللون ده حلو عليا ولا الالوان الفاتحه عليا؟ السؤال ده البنات فقط، يعني قولوا لي اللون ده احلى ولا الالوان الفاتحه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الحب. في الحب لو انت مرتبط يا برج الاسد، شايفه ان انت مهتم بالشريك اكتر او شريك مهتم بيك اكتر، في حد في العلاقه عامله كده مش متوازنه، يعني في حد فيكو بيدي اكتر، في حد فيكو بيهتم اكتر، في حد بيراقب اكتر، وفي طرف مكبر دماغه خالص ومش موجود في العلاقه اصلا. ممكن يكون في طرف ثالث للاسف لبرج الاسد في شهر مارس. الطرف الثالث اعتقد يا برج الاسد ان هو من ناحيتك انت، اعتقد يعني انت يا برج الاسد في حد عجبك تاني غير الشريك بتاعك، او انت معجب بحد تاني، او الحد ده انت بتراقبه وبتتفرج عليه، ممكن تكون تعرفه من السوشيال ميديا يعني، بس الشخص ده عجبك قوي قوي لدرجة ان هو بدأ يعني بقيت في عالم اخر مع الشخص ده يا برج الاسد. الشخص ده جذاب واتراكتف وشكله حلو، بس الشريك ممكن يكون هو كان مقصر او كانوا متخانقين مع بعض، انت وهو في مشاكل ما بينكم، هو بدأ يتنك عليك او بدأ يتعل عليك، ما عجبكش الوضع، بدأ اهتمامه بيك يقل، فانت قلت له لا بقى بيدي لا بيدي عمر، انا ماشي ومش عاجبني الموضوع ده وتعالى انت لف ورايا. فاعتقد بنسبة كبيرة، مش كل الناس يا جماعة عشان محدش يجي يبعت لي كتير، برج الاسد عنده طرف تالت. الطرف التالت ده انت في حد عجبك، انت مرتبط اوريدي، ده بكلم عن مرتبطين، يعني انت في حد عجبك وفي شخص تاني يعني انت اللي بتلف حواليه، يعني انت اللي معجب بيه. هو تقيل شوية على فكرة وشكله حد ممكن يكون مشهور، ممكن يكون حد اصلا الاسد ما بيحبش اي حد، يعني الاسد عشان يجيبه حد لازم يكون قوي جدا جدا، بس حد ده تقيل قوي، فانت كانك معجب وفي حيره ما بين شخصين. ممكن يكون ده السبب، حاجه اللي عامله لك قلق وعامله لك اوفر ثينكينج اللي قلتها في اول حلقه، يعني انت دماغك شغاله وبتفكر كتير جدا وعايز تعرف همشي يمين ولا شمال، طب اطلع فوق ولا انزل تحت، كتير حاجات كتير 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 كتير. طيب الناس المنفصله، يعني انا شايفه ان شريك حياتك عايز يرجع لك، او هو زعلان عليك، او هو متضايق، او هو بيراقبك، وانت بدات انت بتفكر في اوبورتيونيتيز ثانيه، بس انا شايفه ان في فرصه للمصالحه، وفي حد ممكن يجي يصالحك من ماضي هو يعني، بس هو ندمان عليك. الشخص اللي انت بتفكر فيه من الماضي هو ندمان عليك، حاسس ان هو زعلان، حاسس بحسره ان هو سابك، حاسس ان هو مش عارف يعوضك، وكل ما بيخش حد في حياته يقارنه بيك المقارنه بتخلص لصالحك. طبعا يا اسد انت حد قوي جدا جدا، فانا شايفك مستاء جدا جدا وزعلان، بس هو زعلان اكتر، يعني هو ندمان اكتر عليك يعني. طيب الشخص العزاب، يعني شايفه في شخص جالك جديد بس انت بتعاند مع نفسك يا برج الاسد، في شخص معجب بيك وبيراقبك وبيبين لك الحب وبيبين لك
بيبين لك الاعجاب. بس انت في حد انت متعلق بيه من الماضي، كل ما يدخل لك حد جديد بتقارنه بالشخص القديم فالشخص القديم ينتصر، كل ما يجي لك حد جديد تقوم مقارنه بالحد القديم فالشخص القديم ينتصر. فشايفه ان انت لو كنت يعني في شخص ممكن يكون عندك عوده لشخص من الماضي لو انتوا لسه سايبين بعض، في فرصه ان انتوا تكونوا متصالحين. طيب شايفه في شخص جديد هتتعرف عليه في ايفنت، هتتعرف عليه في حاجه اجتماعيه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، في ايفنت يبقى صديق مشترك، الشخص ده انتوا هتعجبوا ببعض. الشخص ده هيكون برج من الابراج التاليه: عذراء، حمل، اسد زيك، دلو، عقرب، سرطان. يعني دولت السبع ابراج الموجوده فيه، او ميزان على فكره كمان، مع ان الاسد والميزان ما يحبوش بعض ابدا. بس انا شايفه ان في شخص اوبورتونيتي ان انت تتعرف على شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، يبقى انت ممكن تكون انت شخص مشهور هو شخص مشهور تتعرفوا على بعض، او ممكن تتقابلوا في ايفنت ليه علاقه بايفنت اجتماعي قوي جدا جدا. بس انا شايفه ان انتوا الاثنين هيبقى في اعجاب من الطرفين. بس بطل تعند مع نفسك يا برج الاسد، بطل تكون عنيد، بطل لما تشوف حد ويعجبك تبقى انت مش شايف وتبقى انت عايز افكارك متصلبه. حاول تكون اكثر مرونه الفتره دي، حاول ان انت تكون مرن اكتر في تفكيرك وفي اختياراتك. عايز اقولك لما تيجي تعمل حاجه يعني احلامك اي حاجه هتفكر فيها هتلاقي سبحان الله القدر كده، وتلاقي الناس بتساعدك في توفيق من عند ربنا. بس خليك مستقر ومرن، وبطل قلق، بطل زعل، بطل خوف، اوفر ثينكينج. دي الحاجات اللي بنصحك ان انت تتجنبها. وفي حد يا برج الاسد ممكن تكون انت يعني غلطت في حقه بس انت ما اعتذرتش، فانا بشجعك ان انت تروح تعتذر للشخص ده، لان الشخص ده زعلان جدا ومتضايق جدا، فروحوا اعتذروا له. او هو اكتشف حاجه انت عملتها فيه وهو متضايق جدا منكم، فكروا الشخص ده من برج مائي، عقرب سرطان، وعقرب وسرطان وحوت. اوكي طيب بشكركم، قولوا لي القراءه دي تتفق معاكم ولا لا، قولوا لي فعلا يا برج الاسد انت محتار ما بين شخصين او في شخص جديد دخل عليك حياتك قلب موازينك ولا لا، وقولوا لي فعلا هل انت الفتره دي عندك مشاكل روحيه كده او نفسيه ومتضايق وقلقان وعندك خوف من حاجه، قولوا لي خايفين من ايه او قلقانين من ايه. ثانك يو، بليز تعملوا شير لاي حد تعرفوه من برج الاسد محتاج يسمع الكلام ده. بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، باي باي، مع السلامه.